منا لنا الله بد البهيمة أخوة البرة أخوة راه دورها الكونة أخوة تسمع إحنا الدرويش في حالي أنا وفي حال الإخوة راه قعدنا فين نهضروا أخوة تسمع 120 130 140 فين بقى فين بقات الهضرة منا لنا الله أخوة بد البهيمة شادوا أخوة في موش أنا أول داكشي اللي باغي يذبح اللي باغي يفرح لوليداتها هي بلاصتو أخوة ما أخوة إلا جينا عند أخوة الكساب ديالنا ولا تشي ديال هنايا راه بشي نخلة راه غنبقاو بلاش اما راه غتمشي للسوق غتمشي عاد الشناق غتمشي عاد الكساب راه غادي يقرحك بهذا المصطلح ديالنا حنا راه غيقرحك غير مزينه جايه من برا مليحه ما عندنا ما نقولوا سنا الحليب وغلا منيت رقم واحد كاليتي هذه اللي كيقولوا لها الطامبو خضر هي هذه السلعه اللي كانت بكري فورا جينا باش ناخذوها نيت شي شويه خاصهم يصابوا على في الثمن ما هي زينه هي خير من ديال البلاد ورخيصه على ديال البلاد والحمد لله بعد الدراوش راه غادي يعيدوا كاين من بعد بنادم فين يدور ماشي بحال كي كان بكري 110 120 140 160 الشيء راه قاسي على الدرويش الدرويش كاين فين يدور عدد الناس كاين اقبال جد مكثف بالنسبه للضيعه عندنا هنا ولا النقاط ديال البيع اللي حدثناها بالنسبه للجوده ديال هاد الاغنام فهي جوده ممتازه يعني تمت المراقبه ديالها وخضعات يعني المراقبه الصحيه من طرف لونسا ومن طرف السلطات المعنيه اللي حتى هي قامت بدورها بمراقبه يعني العلف ديالها شافت الظروف ديالها فاش كتعيش يعني كانت واحد المواكبه كبيره كيف ما كتشوفوا هاد الاضاحي ان شاء الله راه توجهت للاسواق المغربيه باش تدعم هاد الارتفاع ديال الاسعار يعني الله يكون في العوان الناس ماشي كلها عندها الفلوس باش غتشري حواله ديال 3500 و 4000 درهم حنا الحمد لله البيجيات عندنا البيجيات كاملين غيشريو ابتداء من 1400 درهم كنلاحظوا انه الناس كله واشنو كيفضل كاين اللي كيفضل الحوليه كاين اللي كيفضل فرطاس يعني اللي ما عندوش الكرون كاين اللي كيبغي اللي عنده الكرون الحمد لله هاد الاصناف كلها متوفره يعني وتوفره بواحد الشكل كافي جدا يعني نقدر نقول لكم انه العرض غيفوت الطلب ان شاء الله بالنسبه للاثمنه ديال الكيلوغرام فهي كتراوح ما بين 52 درهم حتى ل 55 درهم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس